برنامج صفراء الحب الموسم الثاني. من هنا من صنعاء لا ينتظر مقابل إلا من الله عز وجل. لابد أن يدار هذا العمل التطوعي باحتراف كامل. فلما رأيت الحلقات وجدت نفسي متفاعلة معها، لأن الكلام يتحدث من القلب إلى القلب. وثقوا تماماً أننا سنكون عوناً لكم، سنضع أيدينا بأيديكم. هذا عبدالله السليماني.